السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرة سهلة جدا، طبعا غير الحوارات بتاعة الأنتيرو أبدومينال وول خالص، ولا بقى في تخيل ولا في شيس ولا في انجواينال كانال ولا في هيرنيا. محاضرة سهلة جدا اسمها بوستيريور أبدومينال وول. معاكم دكتور رشا ربيع، اسيستنت بروفيسور اوف اناتومي اند امبريولوجي الكساندريا يونيفرسيتي. افكركم بس يا اولاد بالهيب بون قبل ما نبتدي نشرح الماسلز اوف ذا بوستيرور ابدومينال وول. شايفين هنا يا اولاد دي السيمفسز بيوبس، امشي لاترال شويه هتلاقي بروز هنا اسمه بيوبيك تشوبريكل، ده سوبيريور بيوبيك ريموس، عليه حاجة اسمها من ورا كده بيكتينيال لاين، اتقابل هنا ايمينانس اليو بيكتينيال ايمينانس، الخط ده كده اسمه اركويت لاين، يبقى ده البيكتينيال ايمينانس وده بيكتينيال لاين. هنا المفروض الهيد اوف الفيمر، ده جريتر تروكانتر، هنا كده الليسر تروكانتر، تمام؟ افتكرتوا الكلام ده؟ طيب في ليجامنت شادد ما بين البيوبيك تيوبريكل هنا والانتيريور سوبيريور ايلياك سباين، فاكرين كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انجواينال ليجامنت. طيب من الحاجات اللي بتعدي تحت الانجواينال ليجامنت وخدناها قبل كده عضله هنا اسمها كده صوص ميجور ماسل، جايه من الابدومين من فوق، ودي موضوعنا النهارده، تمسك في الليسر تروكانتر. يليها عضله كانت واخده هنا من الايلياك فوسا لو تفتكروا، هنا برضو خدناها في اللور ليمب، التندون بتاعها هينزل تحت الانجواينال ليجامنت هنا كده ويشد مع نفس ذات التندون بتاع الصوص في الليسر تروكانتر، الكلام ده خدناه في اللور ليمب بس ما خدناش اورجن وانسرشن للعضلات دي. يبقى انا عندي رقم واحد الصوص بتعدي تحت الانجواينال ليجامنت، والالياكس بتعدي تحت الانجواينال ليجامنت عشان تمسك في الليسر تروكانتر. طبعا احنا عارفين ان في منتصف العمود البوستيرور ابدومينال وول في العمود الفقري ده، ودي الفقره رقم 12 وفيها الضلع اكيد ال 12 الاخير، تليها الفقرة رقم واحد لمبر، بعدين واحد اتنين لمبر، تلاتة، أربعة، خمسة، بينهم طبعا في حاجة اسمها انترفيرتبرال ديسك، ولو تفتكروا ده سكندري كارتلاجينس جوينت، صح؟ ادي الانترفيرتبرال ديسك، تحت اخر لمبر فيرتبرا في الساكرام، وعندها كده جناحين كبار اسمهم ايلا اوف الساكرام، وعندهم خرام كتيره اسمهم ساكرا الفورامينا، فاكرين؟ طيب هنا في الالياك فوسا زي ما انتوا عارفين، هنا كده وهنا، ده الالياك كريست، في ليجامنت المفروض اسمه انجواينال ليجامنت شادد من الانتيرير سوبيريور ايلياك سباين لحد المفروض البيوبيك تشوبريكل في الحته دي. طيب في عظمه الهيوميروس الفيمر تحت ليها هيد لازقه في الاسيتابولم، وبعد الهيد في جريتر تروكانتر وفي ليسر تروكانتر، تمام. عايزين نعرف الباوندرز بقى اوف البوستيريور ابدومينال وول. بيقول لي ان في النص هنا هيبقى في الفيرتبرال كولون في الميد لاين، عباره عن خمسه لمبر فيرتبرا والانتر فيرتبرال ديسك اللي ما بينهم. طب على الجناب في اكيد اخر ضلع ده من فوق، في الاثنين الياك بون على كل ناحيه، في عضلة هنا ميديالي اسمها صوص، تليها عضلة مربعة هنا اسمها كوادريتاس لامبورم، طبعا ده على كل ناحية، تليها الأورجين أوف الترانزفيرسس أبدومينس من الناحية دي، لو نزلنا تحت شوية هنلاقي الإلياكس هنا وهنا، في طبعا
على الإلياك فوسا، تمام؟ طبعا من فوق خالص بيحد البوستيرو ابدومينال وول، العضلة دي اللي عاملة زي الشمسية اسمها الدايفرين. اول عضلة بقى من عضلات البوستيرو ابدومينال وول اللي هي الصوص. هتاخد بقى ازاي الصوص دي؟ طبعا كل فرتبرا عندها يا ولاد ترانسفيرس بروسس، كل فرتبرا عندها ترانسفيرس بروسس، صح؟ هرسم على ناحية واحدة. هي بتاخد من السايدز بتاع كل اللمبر فيرتبرا والانتر فيرتبرال ديسك اللي ما بينهم كله من الجناب، يعني مش بس كده، كمان من السايدز اوف اخر ثوراسيك فيرتبرا والانتر فيرتبرال ديسك اللي تحتها، وكمان بتاخد من الترانسفيرس بروسيس اوف الخمسه لمبر فيرتبرا. كل الأورجن ده هيلحم مع بعض ويعمل لي عضلة السوس ميجور مصل. السوس ميجور مصل كل ده هيلحم مع بعض ويعمل لي السوس ميجور اللي بتعدي من تحت الانجواينال ليجامنت زي ما خدنا قبل كده في اللور ليمب، عشان تروح تمسك في الليسر تروكانتر. عضلة قوية جدا جدا من عضلات الترانك، وتروح تمسك في الليسر تروكانتر زي ما خدنا قبل كده، اسمها سوس ميجور ماسل، واخدة من كل الترانسفيرس بروسيس اوف لامبر فيرتبرا ومن السايدز اوف T12 لحد L5 والانتر فيرتبرال ديسك اللي ما بينهم، وراح تمسك في الليسر تروكانتر. زي ما انتم شايفين كده عضلة قوية جدا. لو حركت الاورجن اللي هو موجود ميديال هنا ناحية الانسيرشن اللي موجود لاترال، يبقى انت بتعمل لاترال فليكشن، يعني بتميل الجسم ناحية واحدة كده. طيب لو العضلتين بتوع البوث سايدز اتحركوا، يبقى انا بجيب الفيرتبرال كولون كله على تحت، لان الاورجن فوق الناحيه دي والناحيه دي بجيبها على تحت، يبقى فليكشن اوف اول ترانك. وهنعرف النيرف سبلاي لما ناخد اللامبر بليكسس. طيب العضلة دي بقى بيبقى ساعات عليها عضلة صغيرة اسمها سوس ماينور، ساعات تبقى موجودة وساعات ما تبقاش موجودة الحقيقة. السوس ماينور بقى بتاخد من فين؟ بتاخد من اللاترال سيرفيس اوف ذا بودي اوف اخر لمبر فيرتبرا اوف اخر ثوراسيك فيرتبرا اللي هي T12، تمام؟ وكمان اول لمبر فيرتبرا والانتر فيرتبرال ديسك اللي ما بينهم، يعني من السايدز اللي هنا والسايدز اللي هنا، تاخد وتنزل كده عضله صغيره قوي جسمها صغير من السايدز اوف تي 12 و L1 والديسك اللي ما بينهم، وتنزل العضلة دي بتندن رفيع جدا جدا، خلاص اهو، عشان برضو تنزل على البيوبيك على الهبون. ادي السيمفيسيس بيوبس هنا اهو، ده اسمه بيوبيك كريست. امشي لاترال شوية هتلاقي بيوبيك تيوبريكل، امشي لاترال شوية هتلاقي بيكتينيال لاين، تمام؟ ادي هنا الساكرام ملتحمة مع الإيلياك كريست اهو. على الإيلياك بون في حاجة اسمها أركويت لاين، بيجي هنا بإيمينانس كده ويكمل على قدام ببيكتينيال لاين، ببيكتينيال لاين. طب العضلة بتاعتنا لما بتنزل بالتندون بتاعها بتنزل تمسك في، ادي التندون نازل اهو في البكتينيال لاين وفي الاليو بكتينيال ايمينانس، ده الاليو بكتينيال ايمينانس اللي هو ما بين البكتينيال لاين والاركويت لاين، تمام؟ وطبعا العضلة دي بتعمل ويك فليكشن للترانك لانها صغيرة جدا. نيجي بعد كده لعضلة الإلياكس. طبعا انتوا عارفين الإلياك فوسا اهي موجودة قدامكم يا ولاد، ادي الإلياك فوسا هنا وهنا، العضلة بتاعتنا دي واخدة من الإلياك فوسا هنا كده، تمام؟ انهي بقى حتة من الإلياك فوسا؟ من الأبر تو سيرد، مش كلها، الأبر تو سيرد اوف الإلياك فوسا واخدة منها بس كده. لا،
احنا عندنا كمان ان فوق الساكرم في اللمبر فيرتبرا رقم 5، عندها ترانسفيرس بروسيس قوي جدا، في ليجمنت بيربط الاليك بون بالترانسفيرس بروسيس قوي جدا، اسمه الاحمر ده اسمه اليو لمبر ليجمنت. العضله دي بتاخد منه اورجن هو كمان، يبقى بتاخد اورجن من الاليو لمبر اورجن. عندنا ما بين الساكرم والإلياك بون في الحتة دي كبسول بتاع جوينت اسمه ساكرو إلياك جوينت، طبعا ده نوعه ساينوفيال يعني ليه كبسول، وعلى الانتيريور سيرفيس اوف الكبسول ده في ليجمنت، في ليجمنت اسمه انتيريور ساكرو إلياك ليجمنت اللي هو الاحمر ده. العضلة دي كمان هتاخد منه اورجن، هتاخد منه اورجن، يبقى هي خدت اورجن كده من ثلاث حاجات، من الانتيريور ساكرو إلياك ليجمنت، ومن الاليو لامبر ليجمنت، ومن الابر تو ثيرد اوف الاليك فوسا. وهتعدي تحت الليجمنت ده اللي هو ما بين البيوبيك توبريكل والانتيريور سوبيريور إلياك سباين اهو كده، بالتندون بتاعها اللي هو هرسمه الاحمر ده علشان ينزل تحت الانجواينال ليجامنت ويروح يشد في الليسر تروكانتر بتاع عظمه الفيمر. ادي الليسر تروكانتر هو هيشد فيه. العضله دي اسمها الياقس، الياقس تمام، وواخده من الالياك فوسا اسم على مسمى تمام، وبتتغذى الحقيقه بالفيمورال نيرف، ودي تعتبر من الفليكسور اوف الهيب جوينت، بتحرك الفيمر لفوق، لما تحرك الفيمر لفوق ناحيه الاورجن تبقى باورفول فليكسور اوف الهيب جوينت مع اختها السوس تمام. العضلة الأخيرة بقى اللي هي دلع الدلع الكوادريتس لامبورم، طبعا احنا عارفين ان هنا كده الفيفث لامبر فيرتبرا ليها ترانسفيرس بروسس قوي، وبعدين طبعا رقم 4 رقم 3 2 1 وأخيرا الثوراسيك فيرتبرا، وفي طبعا اللاست ريب موجود عند الثوراسيك فيرتبرا اهو. وطبعا كل فيرتبرا ليها ترانسفيرس بروسس، في ليجامنت قوي جدا بيشد الترانسفيرس بروسس اوف فيفث لامبر فيرتبرا مع الإلياك كريست اسمه اليو لامبر ليجامنت، اليو لامبر ليجامنت. العضله بقى بتاعتنا بتاخد من الليجامنت ده نفسه رقم 1، وبتاخد من الاليك كريست نفسه. الاليك كريست ده ولاد عليه 3 خطوط، خط من جوه اسمه انترنال، وخط من بره خالص اسمه اكسترنال لاين، وخط في النص. هي العضلة بتاعتنا بقى يا ترى بتاخد من انهي خط من دول؟ بتاخد من الخط اللي من جوه خالص اللي انا بمشي عليه بالقلم ده، الانترنال لاين، الانترنال لاين او ساعات بنسميه انترنال ليب اوف الالياك كريست، ده رقم 2. وكمان رقم 3 بتشد في الترانسفيرس بروسس اوف اللامبر فيرتبرا نفسها. خلاص يبقى بتاخد بتلاتة اورجن، بتاخد بتلاتة اورجن من الانر ليب اوف الالياك كريست ذات نفسه، ومن الاليو لامبر ليجمنت، ومن الترانسفيرس بروسس ذات نفسه، وتطلع بوايد باند كده كده عشان تمسك في اللاست ريب. طب لاست ريب من اللور بوردر ولا الابر بوردر؟ اكيد لور بوردر. من الميديال هاف ولا اللاترال هاف؟ من الميديال هاف، يبقى انا رسمها هنا كده غلط لانه ماسك في الميديال هاف اوف اللور ليب. تعالوا نرسمه تاني، يبقى الميديال هاف اوف اللور ليب اوف اللو اوف اللاست ريب هتمسك الكوادريتس لامبورم مصل. يبقى الكوادريتس لامبورم واخده من 3 اورجن، ترانسفيرس بروسس اوف ال 5، اليو لامبر ليجمنت، الياك كريست من الانر ليب يعني الخط الداخلي، بتمسك في اللاست ريب
ميديال هاف ولا لاترال هاف؟ ميديال هاف. لور بوردر ولا ابر بوردر؟ لور بوردر. وكمان بتمسك مش بس كده، بتمسك في الترانسفيرس بروسيسز كلهم اوف اللامبر فيرتبرا، بتبعت لهم انسيرشن، يعني ماسكه هنا اهو وهنا وهنا وهنا، كل ده بيعتبر انسيرشن، وهنا كمان الانسيرشن بتاعنا من فوق. يبقى تاني هي واخده من 3 اورجن من تحت، الاليو لامبر ليجمنت والانر ليب اوف الاليا كريست والترانسفيرس بروسيس اوف ال 5، انما لما تطلع فوق تمسك في اللاست ريب وكمان في اللامبر ترانسفيرس بروسيس. يعني خدوا بالكم الترانسفيرس بروسيس اوف الفيفث لامبر فيرتبرا ده كان اورجن، انما ترانسفيرس بروسيس اوف الاذر لامبر فيرتبرا ده انسيرشن، ده انسيرشن. طيب قرب لي كده الانسيرشن اللي هو اللاست ريب ناحيه الاورجن، انا كده بوسع الثوراسيك كافيتي، يعني بساعد في الديب انسبيريشن. ساعات في بعض الناس المتمكنه بتقدر تحرك الاورجن مش الانسيرشن، الاورجن هو اللي بيتحرك، وطبعا حركه البلفس دي علشان انا اجيب الاورجن اللي هو البلفس وحركه، فدي بتستخدم في الدانسينج، يعني عشان كده بقول لكم عضله الدلع الدلع، يعني علشان احرك الاورجن ناحيه الانسيرشن او احرك اللي هو الهبون ناحيه اللامبر فيرتبرا او ناحيه الفيرتبرا الكولون، يبقى انا كده بميل البلفس كده عن الناحية دي وبميل البلفز ده كده عن الناحية دي، بالتبادل بيدي عملية الرأس، فعلا بيتعبوا الرقصات الحقيقة. هنتكلم دلوقتي بعد ما خلصنا العضلات على ضفيرة عصبية موجودة على جدار البطن الخلفي مدفونة في قلب السوس واسمها لامبر بليكسس. بس قبل ما أكمل وأقول اللامبر بليكسس هفكركم بس بتركيب السباينال نيرف. هناخد قطاع عرضي في السباينال كورد، هو كان عبارة عن إيه؟ كان بيتكون من بوستيريور هورن وأنتيريور هورن، وهنا كده في كانال اسمها سنترال كانال، ومن بره في الوايت ماتر، وكان النيرف علشان يخرج بيخرج بفنترال روت ودورسال روت، يتقابلوا ويعملوا ترانك. ترانك ده قصير جدا، سرعان ما يتقسم الى انتيريور ريموس وبوستيريور ريموس يروح على ورا. طب ايه علاقة ده بالسوس ميجور؟ هرسم قطاع عرضي، ادي لامبر فيرتبرا في قلب الفيرتبرا الكنال المفروض فيه السباينال كورد. طيب على جوانب الفيرتبرا في عضلة هنا السوس ميجور ماسل، صح ولا لا؟ جميل. وجنبها طبعا الكوادريتاس لامبورا اهي. السباينال نيرف لما بيطلع من قلب السباينال كورد اهو، ادي الترانك وهو طالع، بيتقسم الى فنترال ريموس يدخل جوه قلب السوس ودورسال ريموس بيرجع على ورا. تمام، يبقى ده الدورسال او البوستيريور ريموس، واللي دخل في قلب السوس ده الايه؟ الفنترال ريموس. طيب ايه علاقه السوس باللامبر فيرتبرا؟ هي جنب كل اللامبر فيرتبرا. تمام، طيب يعني ايه بقى بالظبط؟ يعني هي كل اللامبر فيرتبرا اهم، ادي 1 2 3 4 5، صح؟ وفين الصوص بتاعتنا؟ الصوص بتاعتنا اهي واخده كده. كل نيرف المفروض بيطلع من تحت الفرتبرا بتاعته، يعني ادي النيرف رقم 1 2 3 4، وادي اهو الاخير هو الخامس. فالأربعة كلهم هيدخلوا في قلب الصوص، إنما الخامس مش هيدخل في قلب الصوص، علشان كده اللامبر فيرتبرا بتتكون من كل الأربعة لامبر فنترال راماي مدفونين جوه الصوص وهيتشابكوا بطريقة معينة هنشوف دلوقتي.
يبقى احنا قلنا ان اللمبر بليكسس دي مدفونة في قلب السوس، واللي عاملها الفنترال راماي، وفي L1 لL4. طيب احنا هنتخيل سوا دلوقتي ان دول الفنترال راماي وهم طالعين، ادي اهو L1 على الناحية الشمال، يطلعوا طبعا ويدفنوا جوه قلب السوس، هيطلعوا لاترال اهو، L2، L3، 4، وطبعا 5 من تحت الصوص احنا مش شايفينه. طب L1 بقى هيعمل عاملة ظريفة، هيتقسم الى 2، اللي فوق اسمه إليو هايبوجاستريك، واللي تحت اسمه إليو انجواينال. طيب L2 و3 و4 هيتحدوا مع بعض، ويعملوا لي حزمة كده طويلة اسمها فيمورال نيرف. بس داخل الفايبرز دي ماشية فايبرز حمراء انتيريور للفايبرز السودة، يعني الفايبرز في كل روت من دول او في كل ريموس من دول مترتبة فيها الى انتيريور وبوستيريور. البوستيريور فايبرز السودة تتجمع على هيئة فيمورال نيرف، والانتيريور فايبرز اللي في الحزمة تتجمع على هيئة اوبتيوريتور نيرف، ويبقى كلهم الروت فاليو بتاعتهم يعني الجدر اللي طالعة منها هي L2 و3 و4، بس واحد من الانتيريور ديفيجن والتاني من البوستيريور ديفيجن. يعني ايه انتيريور ديفيجن؟ يعني الفايبرز اللي ماشيه انتيريور وتعمل اوبتيوريتور نيرف، انما الفايبرز اللي ماشيه بوستيريور تعمل الفيمورال نيرف. طيب في حاجه كمان، ايوه طيب، بنقل ايه كمان؟ واحد واتنين هتهرب فايبرز، من L1 تهرب حبه فايبرز، وL2 تهرب حبه فايبرز، ويعملوا حاجة اسمها جينيتو فيمورال. جينيتو فيمورال سمعناه قبل كده مع الانتيرور ابدومينال اول. طيب من L2 و3 هتهرب برضو فايبرز، وتعمل لي حاجة اسمها لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، بس تهرب بقى من الفايبرز الحمراء ولا الفايبرز السوداء؟ من الفايبرز السوداء، وتعمل لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. من L2 وL1 تعمل lateral cutaneous nerve of the thigh. lateral cutaneous nerve of the thigh. خلصت كده البليكسز؟ لا، ادي متشابكة اكتر. طب مش احنا قلنا ان في هنا حاجة اسمها L5 خارج البليكسز، هتهرب حبة فايبرز من L4 كلها بقى حزمة كلها، وتتحد مع جزء من L5، ويعملوا لي حاجة اسمها لامبو ساكرال ترانك. لامبو ساكرال ترانك، يبقى حبة من L4 مع L5 يعملوا لي حاجة اسمها لامبو ساكرال ترانك. طيب انتوا مش عارفين ان ادي لو دي الفيرتبرال كولون اهو، وادي السوس ميجور اهو، وتحت الفيرتبرال كولون في الساكرام، الساكرام فيها فورامينا بتطلع الساكرال نيرفس، بس واحد واثنين وتلاتة. لامبو ساكرال لما ينزل من فوق من اللامبر بليكسس هيتحد مع الساكرال دول عشان يعمل لي حاجة اسمها ساكرال بليكسس، خدتوها قبل كده. يبقى اللامبر بليكسس باختصار مدفونة في قلب السوس ميجور مصل، معمولة بالفنترال راماي، وفي L1 لL4. طيب L5 بيشارك مشاركة بسيطة جدا، بس هو خارج السوس ميجور. طيب هنقول ايه بقى؟ هنقول ان الفنترال راماي وفي L1 يتقسم لإليو هايبوجاستريك وإليو انجواينال، بعدين L2 و3 و4 يتحدوا سوا، انما الحزمه بتاعتهم الفايبرز مترتبه انتيريور وبوستيريور، الانتيريور يعملوا اوبتيوريتور، البوستيريور يعملوا فيمورال، وبعدين L1 تهرب حبه فايبرز وL2 يعملوا جينيتو فيمورال. انزل خطوه شويه، احنا قلنا L1 L2 هناخد بعد كده N2 وL3 تهرب فايبرز. طب من السودا ولا من الحمراء؟ من السودا، يعني بوستيريور ديفيجن، وتعمل لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. في الوقت نفسه
حبة فايبرز تنزل من L4 كلها بقى سواء انتيريور او بوستيريور، حزمة ميكسد كده تنزل مع L5 ويعملوا ترانك تخين يعدي على الايلة اوف الساكرام هنا ويتحد مع S1 و2 و3 ويعمل الساكرال بليكسس. دي باختصار اللمبر بليكسس. طب ايه علاقتهم بالسورس ميجور ماسل؟ طيب ادي الفرتبرال كولون وادي المفروض على جانبيه في عضلة السواس ميجور مصر اللي مدفونة جواها اللمبر بليكسس. البرانشات بقى عايزة تطلع للخارج، تطلع ازاي؟ من قلب السواس يبتدي يخرج من الانتيرور سيرفس بتاعها الجينيتو فيمورال نيرف. سمعتوه قبل كده؟ سمعناه في البوستيرور ريليشن اوف اليوريتر، وكان بيتقسم الجينيتو فيمورال ده الى جينيتال برانش وفيمورال برانش. جينيتال يبقى اكيد هيعدي مع السبرماتيك كورد في الانجواينال كانال من اولها لاخرها، يعني من السوبرفيشال انجواينال رينج وبعدين من الديب انجواينال رينج عشان يغذي الكريماستريك ماسل، وكمان يغذي السكين على السكروتم والليبيا ميجورا. طب الفيمورال، الفيمورال كان بينزل تحت الانجواينال ليجامنت لمنطقة الساي، لو تفتكروا ادي الانجوينال ليجامنت عشان يغذي السكن بتاع الساي. يبقى الجينيتو فيمورال ده في الرجالة سنسوري وموتور، في الستات سنسوري بس عشان ما عندهاش كريماستريك. طيب ايه كمان بيطلعوا النيرفات؟ بيطلع من الميديال اسبكت هنا حاجتين، لامبو ساكرال اللي بتشارك في الساكرال بليكسس، وكمان الاوبتيوريتور نيرف. وانتوا عارفين ان الاوبتيوريتور نيرف هيعدي بقى من الاوبتيوريتور فورامين وينزل برضو على الساي. يبقى اللامبو ساكرال بيشارك في ساكرال بليكسس، والاوبتيوريتور بيدخل من الاوبتيوريتور فورامين. تمام. طيب ايه اللي بيظهر بقى على اللاترال سيرفيس من فوق لتحت؟ اول حاجه الاليو هايبوجاستريك، سمعتوا عنه اللي هو بيغذي السكن بتاع البيوبيك اريا في الانتيرو ابدومينال وول، خدناه قبل كده وخدناه مع البوستيرو ريليشن اوف الكدني. وراه على طول الاليو انجواينال، فاكرينه الاليو انجواينال اللي كان بيعدي من الديب انجواينال رينج؟ روحوا راجعوا محاضره الانتيرو ابدومينال وول، خدناه قبل كده. طيب وبيطلع نيرفين، لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، وبعدين الفيمورال نيرف، لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ساي والفيمورال نيرف، وهما الاثنين بيعدوا تحت الانجواينال ليجمنت. ازاي؟ فاكرين لما قلنا ان هنا العمود الفقري اهو، وهنا دي السواس ميجور ماسل، تمام؟ هنا كده في الإيلياك بون، هنا في الإنجواينال ليجامنت، هنا في الساي اهو. حلو قوي. وقلنا ان الصوص دي لازم تنزل تحت الإنجواينال ليجامنت عشان راحة للليسر تروكانتر، هقطعها بس هنا. وقلنا ان في عضلة هنا كده على الإيلياك فوسة اسمها الياكس، صح؟ وبرضو هي كمان تعدي تحت الانجواينال ليجمنت. طيب قلنا ان النيرف اللي بيطلع من هنا كده من الانتيرو سيرفيس هو الجينيتو فيمورال، وقلنا ان النيرفين اللي بيطلعوا هنا اللامبو ساكرال ميديال وبعدين الاوبتيوريتور، وقلنا ان في نيرفين بيطلعوا من اللاترال بوردر، واحد اسمه اليو هايبوجاستريك واحد اسمه اليو انجواينال. وادي اللاترال بقى كيوتينيوس نيرف اوف ذا ساي هيعدي كده كده ويعدي تحت الانجواينال ليجامنت، تمام؟ طيب فين بقى الفيمورال نيرف؟ الفيمورال نيرف ركزوا معايا بيمشي هنا في جروف خصوصي خصوصي ما بين السوس والالياكس اهو، لحد ما يعدي تحت الانجواينال ليجمنت. بس خدوا بالك وهو نازل في الابدومين بيغذي الالياكس، بيغذي الالياكس. وساعات يتذكى عليك ويقول لك ما هو الابدومينال برانش اوف الفيمورال نيرف، ساعتها هتقول له الالياكس. طب احنا خدنا برانشات اللامبر بليكسس بس ما جبناش سيره عن العضلات، لو تفتكروا انا شرحت لكم اوريجين وانسرشن واكشن بس ما جبناش سيره النيرف سبلاي.
طيب هو النيرف سبلاي الحقيقة ادي اللمبر بليكسس L1 2 3 4، بتهرب حبة فايبرز من L1 و2 و3 من الحزمة نفسها، من الرماية نفسها، وتروح تغذي السوس. طب الكوادريتس لامبورم برضو هتهرب حبة فايبرز من L1 و2 و3 من الروت نفسها قبل ما بتدخل وتعمل الضفيرة، وتغذي الكوادريتس لامبورم بجانب آخر انتركوستال نيرف اللي احنا بنسميه الساب كوستال نيرف. طب السوس، لا السوس هتهرب لها فايبرز من L1 بس كفاية عليها ويغذيها، تمام. طب الإلياقس، الإلياقس من الفيمورال نيرف. وكده يبقى اتكلمنا على اللامبر بليكسس. ندخل بعد كده في السمباثاتيك ترانك، وده سهل جدا. نيجي بقى للسمباثاتيك ترانك. السمباثاتيك ترانك ده جانجليونيتد ترانك، يعني ترانك شايل جانجليا بعدد المفروض السباينال نيرفز. هو احنا عندنا كام سباينال نيرف؟ احنا عندنا المفروض 31 زوج من السباينال نيرف. كل سباينال نيرف لما يطلع يلاقي جانجليا مستنياه، كل سباينال نيرف يطلع يلاقي جانجليا مستنياه. طبعا الجانجليا دي انتر كونكتد سوا بحبال من النيرفز. طب يعني انا المفروض يبقى عندي 31 جانجليا؟ قال لي لا، ساعات في جانجليا تفيوز توجذر، يعني التلاتة دول ممكن يتحدوا سوا ويعملوا لي لارج جانجليا، بس في الاصل هما تلاتة، تمام. طيب انا عندي السمباثاتيك جانجليا دي بتبتدي من حد البيز اوف ذا سكال من فوق خالص لحد الكوكسكس من تحت، وعددهم 2 زي ما انتم شايفين اهو على الناحيتين. ادي ده سمباثاتيك جانجليا وده سمباثاتيك جانجليا من فوق خالص من حد البيز اوف ذا سكال لحد ما هينزلوا تحت في الكوكسكس. عندهم علاقه قويه جدا. اولا على الرايت سايد انتوا شايفين هنا احنا قصين الانفيرو فينا كيفا، تبقى الرايت سمباثاتيك جانجليا او ترانك موجود خلف الانفيرو فينا كيفا. انما تعالوا بقى شوفوا هنا على الليفت سايد، موجود تو ذا ليفت سايد اوف ابدومينال ايورتا. شايفين هنا على الكومون ايلياك ارتري بيعدوا خلف الكومون ايلياك ارتري، فاكرين اليوريتر لما كان بيعدي على البايفوركيشن هو انتيريور، اهي السمباثاتيك بقى جانجليا دي بوستيريور. طب هيعدوا L2 وينزلوا على الايلا اوف ذا ساكرام، ولو تفتكروا ان انتوا خدتوها من الحاجات اللي ريليتد للايلا اوف الساكرام. ولما ينزلوا على الايلا اوف ذا ساكرام الاثنين هيتقابلوا تحت خالص قدام الكوكسكس، اللاست بيس اوف الكوكسكس، المفروض في تحت الساكرام كوكسكس، تمام. هيتقابلوا قدام الكوكسكس ويعملوا لي حاجه اسمها جانجليون امبار، نسيج عصبي مدور. بيبقى فين الجانجليون امبار ده؟ بيبقى موجود للكوكسكس، ان فرونت اوف الكوكسكس. يبقى السمباثاتيك جانجليا بالاختصار ده ترانك طويل او السمباثاتيك ترانك جانجليونيتد ماشي من البيز اوف ذا سكال لحد الكوكسكس، يعني بطول الجسم من فوق لحد الكوكسكس، تمام. بيعدي على الميديال سايد اوف السوس ميجور ماسل، ادي دي عضله السوس ميجور يا ولاد اهي، وهي دي عضله السوس. هو ماشي على الميديال سايد اوف السوس ميجور، بس على الرايت افتكر انه تحت الانفيرو فينا كيفا، انما على الليفت عند الابدومينال يورتا تو ذا ليفت سايد. على الكومون الياك بيعدي من تحت منه وبيتقابل وبيعمل جانجليون امبار. الحقيقه انتوا اتلغت من عليكم طلبه جامعه اسكندريه البرانشات بتاعه السمباثاتيك ترانك، كفايه قوي تقولوا انه على الميديال سايد اوف ذا سورس تحت الانفيرو فينا كيفا تو ذا ليفت سايد اوف ذا ابدومينال ايورتا على الليفت سايد بيعدوا تحت الاثنين كومون الياك ارتري. طيب انتوا عارفين بقى ان السمباثاتيك ترانك ده من الحاجات اللي بتخرم الديافرام. طيب هتخرم ايه الديافرام في انهي حته بالظبط؟ طيب هو السورس في الحته دي كده عندها ليجامنت اسمه ميديان اركويت ليجامنت، صح؟ هو بيعدي تحت الميديال اركويت ليجامنت اللي بيغطي السوس.
يبقى ماشي تحت الميديال ارك وتليجمنت اللي فوق السوس على طول. يبقى ممكن انا اقول لك مين الحاجات اللي هي انتيريور ريليشن للسمباثيك ترانك، يبقى الميديال ارك وتليجمنت والكومون ايلياك ارتري والانفيريور فينا كيفا على الرايت سايد. مين الحاجات اللي بوستيريور ليها؟ اكيد بقى في مين؟ في السوس ميجور لانها ماشيه على الميديال سايد وبتلمس كمان السوس ميجور مصل. طيب دي صورة للاختبار، وقف الفيديو كده وقول لي مين العضلة رقم 2، مين رقم 3، مين رقم 5، رقم 4، ومين 1 دي اللي انا بشاور عليها بالبوينتر. سهلة طبعا. طيب مين بقى رقم 6 دي اللي ماشية فوق السوس ميجور مصل؟ غششتكوا حاجة. طيب مين الفاشية دي اللي الترانسفيرسس ابدومينس واخده منها اورجين؟ نحل الكلام ده. طيب ده قطاع عرضي، مين العضله دي؟ السوس. مين العضله دي؟ الكوادريتس لامبورم. شايفين هنا الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس وهم واخدين من الفاشيه اللي بتغلف الكوادريتس لامبورم واسمها سوراكو لامبر فاشيه. تمام. طيب مين الترانك ده؟ سمباثيك ترانك. مين الترانك ده؟ ليفت سمباثيك ترانك. مين الانبوبه دي؟ الابدومينال ايورتا وهي تو ذا ليفت سايد ليها. شايفين كل نيرف لاقي الجانجليا بتاعته مستنياه ازاي؟ وطبعا كل جانجليا متوصله بالنيرف بتو كوميونيكانت هنا، بس طبعا البرانشات مش عليكم. تمام. ماشي، ده قطاع عرضي لكل سباينال نيرف، ليه فينترال روت ودورسال روت. الجانجليا دي اسمها دورسال روت جانجليا، بتقابله هنا في الترانك. الترانك يتقسم الى انتيريور ريموس وبوستيريور ريموس، يرجع على ورا. دي الجانجليا اللي مستنيه النيرف بتاعها، بيربطها المفروض معاها حبلين، وطبعا ليها برانشات مش علينا.